وصلت ثاني الدفعات من المشتقات النفطية للأراضي اليمنية لضمان استمرار عمل التيار الكهربائي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لرفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين. نتابع في سياق هذا التقرير. تحسن كبير للتيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع على نحو متواصل وغير مسبوق بعد انقطاعات شهدتها الفترات الماضية. تزامن ذلك مع وصول أكثر من 65 ألف طن من مادة الديزل، بالإضافة إلى 30 ألف طن من مادة المازوت كدفعة ثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن. يشغل أكثر من 64 محطة كهرباء في 10 محافظات يمنية، يستفيد منها قرابة 10 مليون مواطن يمني. الآن الكهرباء تعمل تقريبا 24 ساعة في كل المحافظات، في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. الآن نقوم على بشكل دائم من خلال غرفة العمليات المركزية المتواجدة في عدن على رفع مستوى وجاهزية المحطات في المحافظات الأخرى، أبين وشبوة وبقية المحافظات والمدن الريفية. وفي إطار مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وضمن مشروع تزويد محطات الكهرباء بالوقود، وصلت كذلك دفعة أخرى إلى المكلا لتغطية وقود الكهرباء لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب. الحمد لله الكهرباء في عدن الآن لم تعد تشهد انقطاعات كما كان يحصل في السابق، وإن شاء الله مع الأيام القادمة ستنتهي الانقطاعات بشكل تام، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المنحة المقدمة من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. التعبير والامتنان الشعبي للأشقاء في السعودية بدا واضحا بعد التحول النوعي في القطاع الكهربائي والاقتصادي عموما جراء تنفيذ هذه المشاريع التي عادت بالنفع المباشر على المواطن. هو ليس مشروع لدعم الكهرباء فقط، فالكثيرون هنا يسموه مشروع إنقاذ الإنسان اليمنية، فالتيار الكهربائي لم يعد ينقطع، والدولار انخفضت قيمته أمام الريال لتدب بذلك الحياة في جسد الاقتصاد اليمني. عماد حيدرة لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن. أشادت وزيرة خارجية